يجد الطريق، كرة في القائم الثاني، ما زالت خطيرة ليما داخل منطقة الجزاء، جيلبرتو جول، الله جولبرتو، من يذكرهم بأوليفيرا وأندرسون، الإمبراطور الجديد في قلعة الوصل يسجل هدف أول ويسجل ثاني أهدافه هذا الموسم. جولبرتو يسجل في الدقيقة 45 ثاني هدف في المسابقة، نعم لجيلبرتو. أوليفيرا يسجل بكرة رأسية صنعها فابيو ليما، وجيلبرتو بكرة رأسية من جديد يسجل طبعا هدف رأسي ثاني، فعلها في مرمى العنابي، يفعلها في مرمى الراقي في هذا المساء. وقبل نهاية هذا الشوط قوية في شباك البطائح يعلن عن تقدم الأفضل في الشوط الأول، ومن يستحق أن يغادر من هذا الشوط متقدما. الوصل يسجل حضور عن طريق الرقم 9 جيلبرتو الذي يسجل كرة رأسية بهذه الصورة قوية، يسجل هدف أول لمصلحة الوصل، يسجل هدف أول لمصلحة الوصل من عادل النقبي. هذه الكرة استلام من أبانج، أبانج بغير اتجاه اللاعب في الناحية اليمنى إلى فهد سبيل، فهد سبيل والبحث عن كرة العرضية ربما خطيرة، الله الراقي يعود، الراقي يعود برأسية الكاميروني أبانج ويسجل في مرمى الوصل. يا لها من رأسية تعانق شباك الوصل ومرمى الوصل، يا له من ارتقاء من الكاميروني، هو من بدأ الهجوم بالقدم وهو من ينهي هذه الكرة بالرأس في شباك الوصل. يعود الراقي في مرمى الوصل ويسجل مع بداية هذا الشوط رأسية، نعم رأسية يسجلها أبانج في شباك خالد السناني، ويعيد الراقي للمباراة البطائح، يعود نعم للمباراة ويسجل بكرة رأسية، كرة بداها الممتع قسما وصلت إلى أبانج، وأبانج بكرة رأسية في منتهى الروعة يعيد البطائح للمباراة. عمر عبد الرحمن، فابيو عنده مكان، الله جيلبرتو جول، جيلبرتو، الله من جديد جيلبرتو، من جديد جيلبرتو يسجل هدف ثاني للوصل، يعيد الإمبراطور للتقدم، لكن أكثر من تمريرة بدأها عمر إلى فابيو إلى جيلبرتو، وهدف ثالث يدرس من جانب الوصل. يا لها من نوتة موسيقية بدأها عمر إلى فابيو إلى جيلبرتو، يسجل المباراة الخامسة على التوالي، يسجل أو خامس أهدافه على التوالي، يسجل الآن نعم جيلبرتو الرقم 9 جيلبرتو، لم يكن متسلل عمر إلى فابيو إلى جيلبرتو، قذيفة قوية جدا على مرمى البطائح، يتعامل مع هذه الكرة بقوة ويسجل هدف ثاني لمصلحة الوصل. الله على نادي القرن، الله على الإمبراطور، الله على قلعة الذهب وعلى جمهور الوصل. لا أحد يشبه هذا الجمهور، بالتأكيد هو جمهور الوصل، لا أحد يشبه جمهور الوصل. لكن تمريرة بدها عمر، عمر، عمر عبد الرحمن، حتى عندما يرى عمر المرآة لا يرى شيئا، لأنه لا يوجد سوى عمر واحد